نهار من نهارات في القراية فما شكون من صحابي حكي على لعبة معينة حبيت عليها اللعبة ذيك بالطبيعة بعد نيغوسياسيون طويلة على الأخر مع الوالد في الصيف بعد ما تجي الكرني وبعد ما تجي بندرشة ونشريو اللعبة هذي إبا جاء الكرني وشرينا اللعبة عرفت أنا عارش يمكن العبيد اللي عاشتها سنساسيون هذي تبقى مروح يقول لك افطر ومن بعد العب بتاكل تحب تكمل اي حاجه من هذول كش تعملها تحب تعملها بزربه باش تمشي تلعب المهم بديت نلعب حطيت الكاسيت الجديده وباش نبداو نلعبوا حصير ونكتشفوا في الجو روبو واقفه كيف وكله حديد بكرياتور يطيروا في السماء وك الموسيقى نتاع تعم 97 و 99 كل حفظت هذوكم وفي يده فرد كرتوش ودنيا وحرب عامل جو اي بديت نلعب شد المانيت في يدي اكل روبو انا ننزل على الفلاش هو يمشي 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 زيد يمشي زيد يمشي 20 30 سكوند 40 سكوند انا نمشي زيد نمشي ظهر لي باب كبير وقفت باش نعمل طو انا مازلت نخمم باش نعمل وكل الباب تحل دخلت في الباب اكل روبو تبدل لي ميساج على الاكران ميشن وان دان ديزون كملت ستاج الاول بون مريتش ستاج اما اوكي نواصل اي فرحان تعدي ستاج الاول بالستاج ساهر وبشده تحلى اللعبه تعديت للستاج الثاني الديكور بيت بدل شويه بدات تولي ظلام اكثر الدنيا فما اكثر ضوء فما اكثر ديكرياتور يطيروا الاصوات ولات مزعجه اكثر وتخوف شويه وبدا الروبو يمشي ما نزيد نمشي نزيد نمشي نزيد نمشي المرة الأولى تقريبا 30 سكوند المرة الثانية في 40 سكوند نزلت نمشي زدت قدمت خطوة أخرى عاود ظهر لي باب رحمك الله كيفاش باش نتعدى من الباب المرة هذه أنا مازلت نخمم وهك الباب عاود تحل عاود دخلت عاود خرج لي مساج مش انتو دان تعديت السطاج الثاني اللي يخام فيه وقتها هو اللي تخام فيه انتي طاوم برنسيب برا نواصله تعديت للستاج الثالث وولت الدنيا ظلام وزادوا اكثر الكرياتور وولت اصوات قوية اكثر طوى باش تبدا اللعبة وبديت نقدم ونزيد نقدم ونقدم ونزيد نقدم تقريبا دقيقة ولا دقيقة ونص وهنا نقدم وما عرضني شيء حتى لين شنو عرضني عرضني الباب اما المره هذه الباب مسكر انا نخمم كيفاش باش نحل الباب واش صار لا الباب المره هذه ما تحلش طلعت لي مساج كيف في الاكران انزل على الفلسه الحمراء فما في المانيت بوطون حمراء مشي في بالي باش يجيني ندرى شكون باش يجيني السجل الوحش اللي بكري يحكيوا عليه جماعه باش نستعملك السلاح نتاعي انا نزلت على الفلسه الحمراء والباب تحل بديت نمشي طلع لي مساج ميشن 3 دان اها اي برا ما طورش عليكم ساعه ساعه وربع وانا نمشي ويعرضني باب وننزل على الفلسه والباب يتحل وبطبيعه وقتها مهما كانت اللعبه اللي شريتها ولا المصيبه اللي عملتها لازمك تعدي بها صيف كامل خاطر كان باش تمشي تعاود تحكي مع ابوك تقول له شري لي كاسيت اخرى ماكش بتعرف عليها اني مش تجيك لا من فوق لا من اللوط وقتها اللي نتفكروا في صغري في اخر التسعينات اقصى احلامي اكثر حاجه تجم تخلي محمد انسان سعيد وناجح وماهوش عادي في حياته اني نلقى ليزاستوس نتاع استاجات الصعاب نتاع الالعاب اللي احنا مغرومين بهم وقتها في نينتندو تعديت الدنيا عام بعد عام عاد عام بعد عام عام بعد عام في عمر 27 سنه براتيكمون عندي نفس الخلاصة أمام برسبكتيف آخر أنه اليوم استنتجت أنه أكثر حاجة تنجم تخلي محمد ولا غيره مستمتع وعامل جو في اللي قاعد يعمل فيه وشيخ هو أني كيفاش نلقى ليزاستيوس وكيفاش نجم نتعدى لتشالنج باش نتعدى بهم استاجات اللي قاعدين يعرضوا فينا في اللعبة الكبيرة اللي قاعدين نعيشوا فيها واحنا صغار اللعبة كانت تكرون في التلفزة نعيشوها ساعة في النهار اليوم اللعبة
كبرت أكثر وأكثر 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 وأكثر، ولا ماتريكس كامل قاعدين نعيشوا فيه نهار بعد نهار. وهنا نخلطوا الانترسكسيون ولا المفترق اللي باش يهزني الحاجة من اثنين، أو بيان باش نكون برمي الكاتيجوري نتاع العباد اللي مع جميع احتراماتي لكن يتعرفوا بحاجات معينة اللي هما التخرني، المشاكل، الزيكسكوز، القلق، الستريس، النكد، ولا حكايات هذوكم الكل، وبين كاتيجوري أخرى نتاع عباد اللي باش ما نطوروش فيها الحكاية برشا، إنه يستمتع بكل تشالنج يعرضه، إنه مأمن إنه على قد ما تكون اللعبة سهلة على قد ما تكون ماستر، كيما وإحنا نحكيهم بكريكة على اللعبة، واللي من الصعب يخلق أوبورتينيتي ومن المشكلة يلقى سوليسيون باش ينجم يتعدى. وهنا خليني نبعد على كل الخطابات التقليدية البيزنطية اللي ما نعرفش شنو نتاع في لا ماجوريتي دي زيفينمون. حضرت برشا ايفينمونات كو سوسوا ان طونك سبيكر ولا وانا حتى قاعد نتعلم، كو سوسوا دي زيفينمون دو فورماسيون ولا دي كونفيرونس ولا اللي هو. وقت اللي تجبد كلمه سوكسي ولا بونور ولا اللي هو، تلقى برشا عباد تسمع كلام محلاه ومزيان برشا، وكي يخرج من وسط الصاله يخرج موتيفي وعامل جو، والله يعطيه الصحه فلان، اما شهر وشهرين وثلاثة شهور بعد ما يتبدل حتى شيء. هذا ما حشتنيش به اليوم، مانيش جاي لهنا مع جميع احتراماتي الناس الكل، مانيش جاي لهنا باش نعجب. اطون بعديك نحكيو على الجاي. اما حبيت نحكي في نفس السوجي من برسبكتيف اخر، اللي في العاده الناس الكل يعلموا فينا كيفاش ننجحوا. باش تكون انسان ناجح لازمك تخطط لحياتك، باش تكون انسان ناجح لازمك تدرس، نو، لازمك تخدم على روحك، لازم تعمل حاجه تحبها، لازم تقوم بكري، لازم تاكل مرقة بطاطا، لازم تدرس شنو، لازم تلبس 38 في ساقيك، وكل واحد يجيب لك حكايه والله اعلم منين جابها. ومن بعد جي تشوف تلقى التون نفسه ما تبدلش، اللي هو في العالم براتيكمون من 90 ل 95% عباد عاديين، باش ما نقولوش حاجه اخرى، وبين 10 و5% عباد ناجحين وعندهم امباكت كبير في حياتهم. دونك هنا طونكو لا ماجوريتي في العالم ناس عاديين وديما يسمعوا في كيفاش نولي انسان غير عادي، اللي ما قراش خمسة كتب في السوجي هذا راهو قرا كتاب، واللي ما قراش ما قراش كتاب راهو قرا صفحة، واللي ما قراش صفحة راهو قرا باراجراف، واللي عمره ما قرا باراجراف أكيد راهو عرضته مرة فيديو على اليوتيوب ولا على الفيسبوك واللي هو وراهو تفرج فيها كان تاع الموتيفاسيون ولا تيأس وما نعرف شنو كريق البيرت. دونك أنا اليوم قررت مانيش بنحكي على كيفاش تكون إنسان ناجح، على خاطر الناس الكل تعرف كيفاش تكون إنسان ناجح. ما عرفش مش نحكيو كيفاش تنجم تكون إنسان فاشل. سهلة برشا الحكاية. أعيما أقول طنكو العباد اللي تحكي على السوكسي الكل ما أثرتش وما بدلتش والعباد ما تبعتهمش، خنجربوا نحكيوا على شيك. دونك مع بعضنا باش نعملوا ديزاناليز صغار ونخموا مع بعضنا بصوت عالي ونتبنوا فكرة أني نخرج من هنا إنسان فاشل بامتياز. الحاجة الأولى اللي يتميزوا بها العباد الفاشلين واللي إذا كان حاجتك باش تكون فاشل ننصحك من كل قلبي أنك تعملها، انه لي كيستيون تاعك سامحني في الكلمه خليهم يكونوا دي كيستيون ديبيل. بمعنى رد بالك تسال روحك السؤال السحري اللي خلى العباد اللي عندها امباكت كبير على العالم وصلت، اللي هو علاش نعمل في اللي نعمل فيه. بمعنى كي تجي باش تعمل خطوه باش تقرا في ايكول معينه باش تحل بروجي معين ان شاء الله حتى باش تمشي لقهوه معينه ولا ريستورون معين، رد بالك تسال روحك علاش عملت شو هذاك. رد بالك هنا باش يهزك خاطر البرشا اسئله اخرين، باش يهزك البرشا اسئله كونستركتيف. السؤال هذاك باش يهزك زعما نجمش نعمل مخير، وبرا عاد كان لقيت حاجه مخير اوتوماتيك مو باش تمشي لها، وكان عملت الحاجه هذيك اللي مخير باش تلقى روحك بلوز مو اليز، وكان لقيت روحك اليز باش تلقى روحك موتيفي، وكان لقيت روحك موتيفي باش تلقى روحك بروديكتيف، وكان لقيت روحك بروديكتيف باش تلقى فما بوادر السكسي، وكان لقيت بوادر السكسي بداو يجيو تهردنا. احنا هناش نحبوا نعملوا كيفاش نوليو فاشلين مش كيفاش نوليو ناجحين. دونك اول حاجه لي كيسيون تاعك خليهم يكونوا ديبيل، جار ما نعرفش بالطقس هكا، ما نعرفش انا علاش هذه هكا، علاش الفلفل هذا حار والفلفل هذا حلو، علاش الدنيا غاليه، علاش البطاطا مقطوعه. هذوما اسئله باهين معناها يخليوك انسان بارفيتمون عادي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ركز مليح 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 على الباسين تاعك، سورتو كان الباسين تاعك خايب. الباسين تاعك خايب يا ودي عنق وما ترقدش بلاش بيه في الليل. هذاك على خاطر باش يكمل يحطمك وباش يكمل يدمرك وباش يكمل يخليك تغزر المستقبل ظلام اسود تحيس.
وهذا يشجعنا ان نكونوا ناس فاشلين. رد بالك تركز على الباسين تاعك على اساس انه ما نعرفش شنو درس تعلمت منه ولا تجربه ولا لغه حكايه فارغ. صدقني حكايه فارغ. الباسين تاعك فما شكون يغزل الباسين. مثلا العباد الناجحه تقول لك اوكي انا عشت 30 سنه في حياتي، بعد 30 سنه فيهم شي شهر باهي والباقي كل خايب، شي جي تعمل العباد الناجحه في الدنيا؟ تشوفك العائق الشهر هذاك اللي تعدى باهي كيفاش كان يخمم، اش كان مع شكون كان يقعد، شنو كان يعمل، فاش كان يتفرج، شنو كان يقرا، شنو كان يتعلم، يخرج منه موديل ويابليكيه في كل مره يطيح في سيتياسيون خايبه باش يتطور. احنا حاشناش نعمل وكيك. ليه؟ شوف وقتاش انت دبرمت، وقتاش خطيبك افقت به قبل في واحدة اخرى وكلمت صاحبتك ومشيت بحذاه وعملت كاستي وشفت شعمل لي وانا عرش نوه واندرش وانت شوف وقتاش عارفك حاب يطردك من الخدمة ولا البروف تبلع عليكم اعطاك شنو اذوكم رام بهين يشارجيوك نيجاتيف مو يخليوك متقلق يخليوك مستريس يخليوك على اعصابك يخليوك في القهوة مصبح لليل يخليوك بطال يخليوك ما عادش عينك في حد شيء اذوكم حاجات هيلة يخليوك نجم تكون انسان فاشل بامتياز. الحاجة الثالثة ابعدك بعد السماع لطا على الفيرمونت اللي من نوع هذا واي حاجه تنجم تتطور فيها واي حاجه تنجم تتعلم منها. ليه؟ علاش نرجع نفس الحكايه؟ تنجم وانت قاعد بحذاك عبد حكيت معاه شويه يا اخي جيب لك اوبورتونيتي، الاوبورتونيتي هذيك علمتك حاجات خلتك تخدم حققت لك اوبجيكتيف معين وليت مدمن على تحقيق لي زوبجيكتيف نتاعك ديكو باش تولي انت بيدك سورس دانسبيراسيون لغيرك وبرا عاد تحرنا ندخل في سيركوي ما عادش نجم نخرجوا منه تراسيلك تقعد غادي. برشا حاجات اخرين بطبيعه مش نحكيوا عليهم الكل اما خلينا نتعدى الحاجه من اهم الحاجات اللي هي رد بالك. رد بالك تبع لي فالور نتاعك. خلاص باش تفشل ما لازمكش تعرف لي فالور نتاعك. علاش؟ خاطر كان باش تعرف التوب نتاع لي فالور نتاعك لي ديسيزيون نتاعك شو اللي صحاح وكان ولاو لي ديسيزيون نتاعك صحاح بحرنا. علاش ناخذ اكزامبل اخر؟ انت ولا انا اليوم الفالور التوب نتاع التوب نتاعي هي الليبرتي و ديزون الليبرتي واني نعاون العباد. مثال بروبوزيو عليا بوست نخدم 12 ساعه في النهار ما عندي حتى نهار راحه كي نحب ناخذ كونجي نعلم عليه قبل بشهر والباسبور نتاعي يتفك وما عنديش الحق نسافر لمده 10 سنين ورا بعض والخلاص 500 مليون بار موا. لو فات انه نسمعوا 500 الف دينار شهريا نضحي باللي يجي معلم 500 مليون راه انا الفالور برينسيبال نتاعي الليبرتي. نجم نعدي شهر شهرين ونتخلق ونموت وننتحر ممكن ما نجمش نقاومها العيشه هذيك حتى كان الارقام خياليه وكبيره ما نجمش. واحد اخر اللي من الفالور نتاعو العاليه ثراء ولا اكسترا ما يهموش يقول لك ان شاء الله حتى في الحبس خليني في حبس 10 سنين وبعديك نخرج نلقى مليار على جنب. دونك الحكايه باش مربوطه وقتاش انا نكون الينيي افيك لي فالور نتاعي. هنا تخلي الانسان يعيش اون ايكيليبر يل سو سون بيان دون سابو مرتاح ساتيسفي باللي قاعد يعمل فيه وديما يطور. لو فيت اني نعرف لي فالور نتاعي بحرنا حاشك باش تفشل سيب عليك لا تعمل بلانيفيكاسيون استراتيجيك لا تحل انترنت تقرا لا تشوف اخطاء كله حكايه فارغه باش يهزك للهاويه سيب عليك. وهنا خلينا نحكيو على نسكروا بليتو ببوان نتاع اني كيفاش نغزر من برا حاجه ومن داخل تنجم تكون حاجه اخرى جمله. دون لي زاني 40 لي برودوي نتاع امريكا بداو ينتشروا بداو يتطوروا بشويه بشويه ديكو حبت تخرج للانترناسيونال حبت تقتحم بعض الاسواق اما كليت كابوت. الكابوت منين جا من بومباردمون من لي سوسيتي سويس كيما نستلي وغيره عباد عندها سافوار فير غير عادي عباد تعرف تبيع البرودوي نتاعها بطريقه انورم. ديكو لي امريكان هنا قعدوا مع لي سويس وحبوا ياخذوا السكري كيفاش نجم ننجح البروجيت نتاعي ونجم نوصل بعيد. ما حبوش يعطيهم شنو السكري ورا الحكايه. بعد اخذ ورد وعطاء وصلوا معناتها نعطيكم اللي تحبوا جست قولوا لنا دو كويل ساجي كيفاش نجموا نعملوا. المهم الخلاصه لي سويس كيفاش باش نصحوا الامريكان انهم يصنعوا ديزيكون ليكون هذيك نتاع انسان ناجح فرحان طيارة على الاخر ساتيسفي بحياته والسيد هذاك كونسومي تيل برودوي ديزون بيسكو هو مشهور العباد باش تتبع. وهنا مسكين البيون الاول بكل اللي تم استغلاله في امريكا في الاستراتيجي هذايا هو الفيس بريسلي. ونتصور لا ماجوريتي نعرفوا الفيس بريسلي
دونك سي ان اكزامبل ديزون صوتو طياره على الاخر بوغوس لبس عليه ولا هو الفيديت في امريكا وقتها. اما الناس كل زاد نعرفوا العباد اللي تعرف الفيس بريسلي تعرف اللي هو مات منتحر انتحر. كي تجي تغطس تشوف الكوزين انترن تلقى السيد ما عندوش الحق يسوق الكهرباء اللي وحشته بها، ما عندوش الحق يعيش في البلايص اللي هو يحب يعيش فيهم، ما عندوش الحق ياكل الماكله اللي هو يحب ياكلها. احنا من برا وقتها صغار ما نعرفوش كي راهو الفيسبريسلي صح عليه، وما هو العباد تغرمت بالكوب نتاع الفيسبريسلي وبالدبش اللي يلبس فيه الفيسبريسلي. حل الانترنت واقلب الدنيا، اكتب الفيسبريسلي افيك اون بورش. عمره كامل شتها يشري بورش، شري مره بورش الحرب اللي قامت عليه من امريكا. لا مثل ما تسوقش كهرباء المانيه، تسوق كادياك، تتكيف مر البورو، تلبس كذا، تعمل كذا، وتفسخت من الانترنت، قاعد تصويره بركه ولا زوز على الانترنت. وفي ارتي بالنسبه للالمان انه الفيس بريس اللي هو توب 1 في امريكا يستعمل في ام برودوي الماني. علاش حكيناها الحكايه هذيا؟ انه رد بالك تتغر بتصويره من برا نتاع اكزامبل معين نتاع عبد ناجح وتحاول تطبع عليه. اذا كان تحب تكون انسان فاشل فازي اعملها طياره برش، حاجتك باش تكون مرتاح في حياتك وباش تعملها. شوف لومبرنت نتاعك انت من داخل. من اهم الحاجات اللي تعديت بهم في حياتي واللي العباد نعتتني بها في الفاشل على الاخر، اني كنت مع دوز اسوسيي، واحد من تونس وواحده من الجزائر، وحالينا سوسيتي انترناسيونال بليتو مغربيين، ونخدموا في دي فورماسيون في دي ايفينمون في تونس والبرة من تونس. وفي الشهرين الاولى عملنا سوكسي انورم، العباد ليزيفينمون كلهم فول، ليفينمون مزمر ندخلوا فيه تقريبا 20-25 الف دولار، نحكي مش دينار، وكل شيء منظم. من بعد تودانكو العباد ما تعرفش من داخل شنو قاعد يصير، ترى فيا ناجح وصح عليا ونسافر ونخدم ومرتاح ونصور. تودانكو خرجت منها جمله سوسيتي. ممكن بيني وبين روحي اكبر فشل عشته في حياتي في وسط الشركه هذيك، وانا اسوسيي وانا جيران وانا قاعد نتحرك. وبيني وبين روحي طو ونستعرف من اكثر لي ديسيزيون الصحاح اللي خذيتهم في حياتي اني خرجت. مش على خاطر قاعد ندخل في فلوس، ولا على خاطر الناس قاعده ترى اللي والله صح عليه محمد وسلكها وحل معاه وندر شنو، معناتها هذيك ثنيه صحيحه كنت ماشي فيها، اغلط ثنيه كنت عايش فيها، واكثر بيريود فيها ستريس، واكثر بيريود كنت تحط راسك على المخده ما تنجمش ترقد، واكثر بيريود مراجع. كيف تنجم تتحط انت في نفس سيتياسيون ولا في سيتياسيون اخرى؟ انه يفرض عليك داركم قرايه معينه وانت ترفضها، انه يفرض عليك شكون خدمه معينه لمجرد انك تحب تدخل 500 ولا 600 الف باش تتحرك بهم امورك، ماكش غادي، ماهيش هذيك بلاصتك. اللي نحب نوصله اليوم ولا اللي جيت على خاطره، انا من اكثر الحاجات اللي يموتيفيني ويحركوني اني نخلي امباكت، اني عشت تجربه صغيره على قد ما نشاركها مع اكثر عدد ممكن تاع عباد غادي البونور نتاعي، انه عملت دي فورماسيون معينين في بلاص معينين وكي يرجع لي فيدباك نتاع ميرسي عليك ولا بارك الله فيك راك الفازه الفلانيه ابليكيتها واعطات معايا ريزولتا، غادي شيختي وغادي الفرحه بالنسبه لي انا، وغادي البونور وغادي سوكسي اني نخلي امباكت. دونك اليوم مانيش نحكي هنا باسم جوست محمد بن عبد الله جاي من حملنف عنده نعرفش انا باركور معين عمله ولا سكسس، ماهيش سكسس ستوري، هي حاجه عاديه وعيشه عاديه قاعدين نعيشوا فيها وقاعدين نتكربص ونقوم ونطيحوا في حياتنا العاديه. اما اليوم نحب نحكي بصوتك الطفل الصغير اللي يضرب 8 و9 و10 كيلومتر باش ينجم يمشي يقرا على خاطر عنده اوبجيكتيف كبير وعنده حلمه كبيره. اليوم انا الراجل اللي عنده 4 و5 صغار ومازال ماهوش لاقي كيفاش يوفق ما بيناتهم، وماشي في باله انه صايي فاتو ترا ما عادش ينجم يبدل وما عادش ينجم يوفر وما عادش ينجم يعمل الاوبجيكتيف اللي حلم بهم وهو صغير. اليوم انا كالمراه المحصوره المسكينه اللي شاده الدار على خاطر قالوا لها لازمك تجيب الصغار وتقعد كان هنا وتربيهم وما تعمل حتى شيء في حياتك وما عندك حتى شيء تنجم تزيده في وسط المجتمع هذا. اليوم انا كيفك المراه اللي تتعدى من بر البر في كميونه والبرد يضرب باش تمشي تضرب بالباله ولا تعمل درا شنو باش نجم توكل صغارها وباش نجم تخلي صغارها قاعدين يعيشوا مرتاحين وما يحسوش بالنقص وما يحسوا بحد شيء، هذم الكل واكثر. انا اليوم حبيت نكون نمثلهم وحبيت نحكي بصوتهم. دونك لخص، انا محمد بن عبد الله قررت اني نكون في التوب نتاع التوب نتاع التوب نتاع التوب نتاع العباد اللي قاعدين يبدلوا ويغيروا وينجحوا ويحسنوا، مش كان في تونس كهو برا من تونس. حاجه بركه ان شاء الله الاجور اللي نخلط الغادي ومتاكد اني باش نخلط نلقاك معايا. السلام عليكم.